أقترح عليك وفقك الله أن تستفيد في أرض الكنانة من العلماء الربانيين، وهم كثر ولله الحمد، والمنة في ذلكم البلد أرض الكنانة فيها من العلماء الذين يحذرون من عبادة القبور الكثيرة والكثير، وعلى رأسهم ومن بينهم أخي الفاضل الشيخ المفضال العالم الجليل محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله، أظن في المنوفية، فيعني يستفاد منه في ذلك البلد وفي غيرهم، ويعني دروسه الآن منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، مع أنه سبحان الله بالأصل طبيب، لكن وفقه الله لطلب العلم الشرعي فبرز، وليس وحده، معه علماء آخرون، لكن أرى أنه من أفضلهم ومن أفضل من يرجع إليه في ذلكم البلد المبارك.